ثابت يونس من دوم العمال عن منظمات كونفدرالية الديمقراطية للشغل. حنا اليوم تنظموا هذه الوقفة احتجاجية، ما هي إلا امتداد الوقفات الاحتجاجية اللي سبق لنا أننا درناها، واللي حنايا تنطالبوا من خلالها بالأجور ديالنا المستحقة عن 5 أشهر، شهر 5 و6 و7 و8 و9، واللي حنايا تنعيشوا واحد الأوضاع اللي هي أوضاع جد مزرية، لا على الصعيد الاقتصادي ولا على الصعيد الاجتماعي. فهناك أقساط بنكية خاصها تخلص، كاين اللي كيسالوا مول الكرا، كاين المصاريف اليومية، كاين الدخول المدرسي، يعني مشاكل تنعيشوها. لذلك حنا طالبنا ومازال كنطالبوا وغادي نبقاو ديما نطالبوا، كنطالبوا السلطات المحلية بسرعة التدخل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن العامل داخل هذه المطعنة يعاني ويعاني الأمرين. لذلك حنا نطالب بضرورة التدخل لحل هذه المشاكل العالقة، ونناشد السلطات المحلية بسرعة التدخل، لأن الوضع راه هو ماشي غير مزري ولكن راه هو دامي، لأن عينا من الوعود اللي هي ما عندها حتى شي أساس من الصحة. وحنا رحنا مستمرين في الاحتجاجات ديالنا وفي النضال ديالنا بالشكل القانوني، وغادي نهجو جميع الاساليب القانونيه اللي كيتيح لنا القانون حتى نوصلوا ان شاء الله للهدف ديالنا، الا وهو الحصول على الاجور ديالنا. وشكرا. كنا ولا